على مدى يومين متتاليين وكعادتهم كل عام، انطلق محبو آل بيت النبي في مسيرتين في قلب العاصمة البريطانية إحياء لذكرى 40 سيد الشهداء الحسين عليه السلام. جابوا خلالها الشوارع في هذا الوقت العصيب حيث تفشي وباء كورونا. التزم المعزون بالقواعد الصحية، فيما كانت قوات الشرطة البريطانية عونا لهم في التنظيم وفي تسهيل السير وتوفير الحماية. كانوا متهيئين من قبل ما ننطلق، يعني من بداية التجهيزات ويانا في منطقة مابلارتش لحد ما انطلقت المسيرة باتجاه إجوال رود، كانوا بيسكرون الشوارع ولما يغلقوها يعني يجون جماعتنا يعني يأخذون عنهم، وبالتعاون يعني وياهم هم بتوجيهات الشرطة كانوا يشددون على التباعد بين الناس يعني، وكانوا يوقفون السيارات بحيث عشان المسيرة تستمر. صدح شعار يا حسين في دولة غير إسلامية، وضرب المعزون الصدور وأطلقوا الهتافات بلا خوف أو وجل من حاكم أو من رجل أمن، كما هو عليه الحال في العديد من البلدان الإسلامية ومنها البحرين التي حضر حكامها مراسم الأربعين تحت ذريعة تفشي وباء كورونا. الشرطة البريطانية هي من تنظم احتشاد الآلاف لعزاء الإمام الحسين عليه السلام، بينما في البحرين تطارد السلطة الغاشمة محبي أبي عبد الله الإمام الحسين والذين يعزون هذا الإمام العظيم ويخرجون في المسيرات والمواكب. اعتقال الخطباء والرواديد ومطاردة من يرفع راية الإمام الحسين لا تجلب لهؤلاء إلا اللعن والهوان، وسيزيلون. من أنتم أيها الخليفيون؟ أينكم وأين اليزيديين قبلكم؟ أتعتقدون بظلمكم واعتقالكم ستمنعوننا من حب الإمام الحسين ومن التمسك برايته؟ والظلم في حبكم شهد، وظالمنا من الحماقة زاد العاشق السغبا. أنتم إلى مزابل التاريخ كما كان يزيد بن معاوية، لم يخلف وراءه إلا اللعن. معاملة تكشف طبيعة النظام الحاكم في البحرين ومدى عدائه للشعائر الحسينية، بل لكل ما له علاقة بهوية أهل البلد الأصليين الذين تسعى العائلة الخليفية لاستئصالهم ومصادرة حرياتهم، لكنها أعجز من أن تفعل ذلك أمام صمود البحرانيين وتضحياتهم.